طيب كان ايه اكتر حاجة حبيتوا ان انتوا تطوروها في المناهج؟ ايه الديفول الفظيع او العيب الكبير جدا اللي كان بيضر بيها؟ لان المنهج ده لو احنا اتكلمنا على الطفل من وهو صغير صحيح. يعني في كارثة بتحصل له طول سنين عمره. وحضرتك كمان قلت لي طبعا يا استاذ احمد ان في نقطة مهمة جدا، احنا بنشتغل على ولي الامر، طبعا، فولي الامر كمان لا لازم ما انا تكون جاي ولي الامر ده لسه دي موجود دي كبير. طبعا بالظبط. فانا عايز اعرف النقطة اللي كانت خطر بالنسبة لكم في موضوع تطوير المناهج ده ايه؟ خلينا نقول زي ما قلت لك، المنهج كان معتمد على الحفظ. الطفل وهو صغير يا استاذه مها، اللي بيتولد في مصر هو اللي بيتولد في امريكا هو اللي بيتولد في اوروبا، ايه اللي بيختلف في الطفل ده لما يكبر؟ هو الجو المحيط حواليه وتعليم، هو ده طبعا اللي بيختلف طبعا في ثقافة. فالتعليم ده هو بياخده بأي شكل، الباقة متعددة التخصصات اللي هي هتبقى منهج من ضمن المناهج معتمدة على أفكار كل يوم بيشتغل عليها الطالب. أنا مش هقول للطالب أنا بديك علوم دلوقتي أو بديك رياضة دلوقتي أو بديك جغرافيا دلوقتي، قصة المواد والجدول والكلام ده مش موجود. هايل المادة متعددة هايل التخصصات دي هيبقى كل يوم بنشتغل على فكرة معينة عايز أطلع منها بمفاهيم معينة يفهمها الطفل، فبقعد أحكي له موضوع، الموضوع ده بيطلع منه العلوم وبيطلع منه الرياضيات في حسابات معينه وبتطلع منه جغرافيه المكان وتطلع منه كل بطريقة ما غير هو الدراسات مباشرة. الاجتماعيه. الطفل لما بيستوعب بالطريقه دي حاجه اسمها، ولادك لو عندك في البيت وقعدت حكيت لهم موضوع بيفهموه كويس جدا، وعمرهم ما ينسوه. ولو قلت لهم احفظيه مش هيحفظوه، ولو قلت لهم هسالكم فيه بالليل مش هيفهموه، انما لو حكيته لهم وفهمته لهم هتلاقيه فاهم، فهتلاقي فيه مدارك بتوسع طول الوقت. اما الدكتور طارق في بدايه الخطه قال انا عايز احول التعليم لمتعه، انا عايز اوصل بالطالب ان هو حابب يتعلم حابب يكتشف اكتر، وده اللي كنا بنقوله. ده اليابان لما بيدوا اجازه الناس بتزعل، احنا مش فاهمين ليه، لان هو طول الوقت بيستمتع في المدرسه سواء بالظبط بانشطه او سواء بان هو مداركه بتوسع طول الوقت سواء بافكار جديده عمال ياخدها. الطفل نفسه هو عايز يروح يستوعب اكبر قدر، والطفل لما بيتولد بيبقى عايز ده، الطفل لما بيتولد بيبقى عايز يعرف اكتر وعايز هو يسمع اكتر بيحب المدرسة لغاية مثلا كي جي تو أو أولى لحد ما ابتدائي، تبقى أول ما تديله تبدأي بقى. تديله بيبقى بؤس بالظبط وهو رايح بالظبط، المدرسة بائس. وده دور ولي الامر انه بيحاول يفرض ويحفظ ويلا عشان ده وقت المذاكره دلوقتي، ويلا عشان نحفظ دلوقتي، ويلا عشان تجيب اعلى الدرجات، ولو ما طلعتش الاول في مشكله كنا بندمر ولادنا، وانا اولهم يعني. كان بنتي لو ما بتاخدش الدرجه النهائيه كان عندي مشكله كبيره جدا، انا بنتي فاشله وانت مش عم تذاكريش. ما غيرت الفكر ده لما انضميت لفريق العمل مع دكتور طارق، لا بدات انا اغير كمان معاه، مش مهم هي جابت كام، صفر ما فيش مشكله، بس انت فهمتي ايه؟ طب خدت ايه النهارده؟ تعال ندردش مع بعض. مش عايز اقول لك على مدار السنه اللي فاتت لما جربت معاها ده مستواها في بعض المواد كانت ضعيفه فيه بدأت تغير، طبعا وان كان بنتي خارج المنظومه يعني بنتي في صفوف بعد اولى ابتدائي، فبدأت ما انا اغير فكر كولي امر لقيت انها بتستجيب. الضغط اللي عليها بالظبط بالظبط، بدليل ان احنا اكتشفنا ان في مراحل الدروس الخصوصيه بقت في ابتدائي منتشره جدا، كل مراحل ابتدائي بيدرس خصوصيه، لان هو دي حاجه برضه بقى غريبه قوي عايز يوصل للدرجه يا مها، يعني هو خلاص مش فكره اي حاجه غير انه عايز يوصل لمجموعه الدرجات عشان تبقى اعلى حاجه، مش مجموعه علم، مش مجموعه معارف، مش انه يوسع مدارك الطفل ازاي، مش انه يكسبه خبرات جديده ازاي، ده اللي الفنا عليه المناهج. كويس قوي هايل، يعني ان هو برضو يفكر ويبتكر، طبعا لان احنا ممكن حضرتك برضو ذكرت قصه اليابان في طبعا. نقطه مهمه جدا، هم بيسيبوا فعلا زي ما حضراتكم كده بتعملوا الاطفال يقعدوا مع بعض ويبتكروا. تمام. المعلم بيبقى شايف الاطفال كل واحد اولا بيسمعهم، يعني هجي لك طبعا دلوقتي برضو في موضوع المعلمين. تمام. يسمع لحد ما الطفل يخلص اللي عنده تماما، خصوصا في المراحل الصغيره اللي انا بعتبرها اهم مرحله، بيبقى يعني شخصيه من كي جي 1 لثالثه ابتدائي شخصيه الطفل بتتكون. بالظبط، ما خدتش بالي من الحته دي او من المرحله دي كلها، طبعا انا اللي يكبر ده بعد كده هيتعالج، عايز طبعا يتعالج يا اما هيبقى شخص غير سوي. فهو بيخلص بيشوف يخلص الكلام بتاعه كله ويخلص الابتكارات بتاعته طبعا كلها، ممكن الطفل يخرج بفكره طبعا اضيفها للمنهج او اضيفها للبروجكت اللي الولاد بيشتغلوا فيه، صحيح، فاخليه يحس ان هو قوي بيستمع اليه، يقدر بعد كده يفيد ويستفيد. طب انت قول لي كذا، طب انت قول لي كذا، النقطه دي مهمه جدا. طبعا المدرس بقى اللي يقدر يستوعب كل ده. هتروحي معايا لتاني ضلع وهو اهم ضلع بالنسبه لنا هو المعلم، عشان كل اللي بتعمله وزاره التربيه والتعليم ومش الوزاره بس على فكره، هي الدوله كلها بتشتغل على مشروع بناء الانسان، ويمكن منتولي سياده الرئيس الفتره الرئاسيه الثانيه قال احنا الفتره اللي جايه هنشتغل على بناء الانسان، اذا صحه وتعليم. عشان أيوة كده بقول لحضرتك الدوله كلها شغاله على مشروع التعليم. اهم ضلع في كل ده لو احنا عملنا كل اللي احنا نعمله ده والمعلم ما تدربش بشكل كويس وبقى مستريح نفسيا بشكل كويس وتوفر له كل الامكانيات بشكل كويس، مش هوصل لك الرساله. يعني حضرتك برضو بتبقى قاعده في البرنامج في فريق عمل كبير بيشتغل، لو حضرتك مش مجهزه ان تنقلي رسالتهم وكل الادوار بتاعتهم بقى في مشكله كبيره. تمام. المعلم هو كده بالنسبه لي بالظبط. فالمعلم اشتغلت على تدريبه على الفكر والثقافه والفلسفه اللي انا بشتغل عليه في وزاره التربيه والتعليم. انا محتاج قد ايه من 1,350,000 معلم اللي تابع وزاره التربيه والتعليم
محتاج 128 ألف معلم اللي هيخشوا معايا في مرحله رياض الاطفال دول تم تاهيلهم وتدريبهم بالفعل. ومش هسيبه بس كده، طبعت مع الكتب كمان دليل المعلم. دليل المعلم ده هيخش بيه كل معلم الفصل كل يوم. لو تفتكر يا استاذ مها يمكن كان دايما بيبقى المعلم بيحضر دايما الدرس اللي هيديه تاني يوم في كشكول التحضير بتاعه. كشكول التحضير ده انا جمعته له في دليل المعلم، هيبقى داخل كل يوم هو عارف هيدي ايه للطالب بكره باي ادوات مكتوبه.